حامل والولاده، تلاقي شعرها بينزل، بتبقى كرهت نفسها اصلا ان هي وكرهت جابت العيال، بيبي عايز وكرهت تتخانق مع العيال. الولاد انتوا وقعتوا لي شعرك. يعني لا، هي النقطه في الموضوع ده طبيعي جدا. هي النقطه ان ساعه الولاده المشيمه بتطلع هرمونات انوثه، الهرمونات دي هي اللي بتعمل ازدهار في الشعر. دوره حياه الشعر زي ما قلت بتبقى من 6 شهور تقريبا. تمام. هي بتطول دوره حياه الشعره، بدل ما تخليها 6 ممكن تخليها 9. فطول فتره الحمل شعرها موجوده ما بتقعش، لان طبيعي شعرها بتطلع وبتقع. يعني ده سيكونس طبيعي للشعر. اللي انا الهرمونات بتعمله ان هي بتفضل محافظه على الشعر ده. بعد كده خلاص الحمل خلص والهرمونات وقفت، يبتدي قدامي 4 شهور الطبيعي ان الشعر يبتدي يقع تاني. فاللي بيحصل ان انا ده سيكونس طبيعي، الشعر اللي كان كله المفروض يقع بيقع فجأة واحدة في خلال ال9 شهور. فهي بتحس ان شعري لا، في مشكلة كبيرة، في حاجة بتحصل، بس ده بيبقى حاجة طيب طبيعية. نطمنهم بقى، ده لا شيء يعني طبيعي.